صباح الأمل والخير والسعادة على حضراتكم مشاهدينا الكرام. المعهد العالي للفنون الشعبية أطلق المهرجان الأول للألعاب الشعبية في أكثر من 14 لعبة شعبية في هذا المهرجان. محتاجين نعرف تفاصيل المهرجان وأهدافه إيه وحجم المشاركة وإلى أي مدى حقيقة هذه الألعاب وتقديمها وتسويقها بالشكل الجيد بيحافظ بشكل أو بآخر على الموروث الثقافي والفني والشعبي، لأن هو حقيقة جزء لا يتجزأ من الهوية المصرية الأصيلة. معايا حقيقة الشباب يعني القائمين والمعنيين والمسؤولين عن هذا المهرجان واللي شاركوا فيه وأشرفوا عليه وكان ليهم دور فاعل ومؤثر جدا في إطلاق هذا المهرجان الأول للألعاب الشعبية من قبل المعهد العالي للفنون الشعبية. هبتدي بيه أحمد علي رئيس اتحاد طلاب المعهد العالي للفنون الشعبية والمدير التنفيذي لمهرجان الألعاب الشعبية. يا أحمد صباح الخير وأهلا بيك معنا. أهلا وسهلا يا زهر. وبنرحب كمان بسارة محمد إبراهيم طالبة بقسم الفن التشكيلي. إزيك يا سارة؟ صباح الخير وكل سنة وانتي طيبة. هبتدي معاك يا أحمد، الفكرة جات ازاي؟ يعني ده المهرجان الأول، ما كانش في دورة سابقة لفكرة ان يكون في مهرجان بيشتمل على عدد كبير من الألعاب الشعبية. الفكرة جات ازاي واشتغلتوا عليها ازاي وازاي جهزتوا لها وحضرتوا لها عشان تقدموها بالشكل الجميل اللي احنا شفناه؟ هبدأ أول حاجة خالص بالفكرة جات ازاي. كل يعني احنا عندنا في المعهد في لكل قسم مهرجان. يعني احنا عندنا مثلا في فنون الاداء مهرجان فنون الاداء، ده بيخص المسرح والرقص والموسيقى. عندنا مهرجان الفن التشكيلي، ده بيخص الرسومات. فالدكتور مصطفى جاد عميد المعهد حب ان هو يعمل فقره او مش فقره، مهرجان للالعاب الشعبيه، نرجع بيها الالعاب بتاعتنا القديمه واللي ما يعرفهاش يعرفها في ظل التكنولوجيا اللي طالعه اليومين دول والالعاب الالكترونيه. فالدكتور مصطفى جاد الصراحه عميد المعهد هو اللي قال اول حاجه خالص الفكره بتاعت المهرجان دي. فاحنا قعدنا كاتحاد طلاب وكوكيل المعهد دكتوره سمر ورائد الاتحاد، حطينا الخطه بتاعتنا بحيث ان احنا نختار يعني اكتر العاب ممكن تجذب الطالب او تجذب المشاهد. فعملناها بطريقه سلسه جدا، وطبعا القسم الفني التشكيلي قدم لنا الرسومات بتاعتها جميل. طب انا هبقى اسالك على تفاصيل الالعاب الشعبيه اهمها وابرزها او ايه المتداول منها او ايه اللي بياخد، يعني هي شعبيه فبطبيعه الاحوال بتاخد طابع شعبي وطابع جماهيري، يعني ناس كتير بتبقى عارفاها، وفي العاب تانية بتبقى يعني مش الكل عارفها. هرجع لك في الجزئيه دي، بس هسال ساره عن الفن التشكيلي. وحتى انا في الكواليس قلت لك الفن التشكيلي علاقته ايه بمهرجان الفنون الشعبيه وايه الدور اللي انت قدمتيه فيما يتعلق ب تخصصك ودراستك. هسمع منك بقى انت كان دورك ايه في المهرجان يا ساره، اتفضلي. احنا في الاول طبعا جالنا طبعا من استاذ مودة كمان ومن وكيله المعهد استاذه سمر ان احنا نبدا نجهز للاحتفاليه الكبيره ديت كقسمنا، كل واحد هيمسك ايه. ففن تشكيلي كقسم كله عمل رسومات طبعا عن كل لعبه بتدل على ايه، عمل لها رسوماتها، وكمان كان في رسومات على الارض كانت كلام بتدل على كل لعبه في كل مكان معين. وكمان كان فن تشكيلي بالاخص كان عمل زي شعبي، كل واحده كانت عامله من محافظه مختلفه ومن بلد مختلفه وكده اهوت، فكانت دي حاجه جميله برضو بنرجع بيها الازياء الشعبيه. جميل. طب بالنسبه للالعاب هو 14 لعبه شعبيه، ممكن يكون الناس اللي حاضره في ذهنها لعبتين او ثلاثه اللي احنا دايما بنشوفهم واللي يمكن بيشاركوا في كتير من مش بس المهرجانات، في بعض المحافل اللي بيبقى فيها يعني محاوله للجذب السياحي، السياح الاجانب بيتفاعلوا وبيتجانسوا معها. تدينا كده لمحه عن اهم وابرز الالعاب الشعبيه المتداوله او الناس حباها او الناس بتحب تشوفها وتتفرج عليها كتير. احنا حطينا يعتبر اكتر الالعاب اللي هي ممكن تكون معروفه برضو اللي هي ال 14 لعبه. من ال 14 لعبه اول حاجه خالص حطينا تحطيب. تحطيب دي لعبه اساسا بتتمارس في الصعيد. صحيح. صعيد مصر. بعديها حطينا لعبه الاولى اللي هي الحجله.
وحطينا لعبة الكراسي، حطينا لعبة المنديل، حطينا لعبة صيادين السمك، حطينا لعبة السبع طوبات اللي هي برضو بتتلعب بالكورة، والبلي والنحلة والدبور. جميل. فكلها ألعاب اللي هي بترجعنا تاني لأيام زمان، وإن صحيح. احنا نعرف عنها وإن احنا نمارسها. مش شرط، ممكن نمارسها في أي مكان، ممكن في البيت، ممكن في النادي دلوقتي، ممكن في الشارع. بص، هي يمكن الظروف اختلفت والاجواء اختلفت، ومع دخول التكنولوجيا الحديثه وان كل واحد ماسك الموبايل بتاعه وقاعد عن طول الوقت وفي العاب الكترونيه كثيره، فشايف ان في تراجع شويه في فكره الاقبال او ممارسه الفنون الشعبيه او حتى الامور البسيطه زي ما انت بتتكلم فيها، مثلا اللي كان ممكن زمان يعني واحنا صغيرين ممكن كان في الشارع يبقى في لعبه معينه مع جيراننا مع اصحابنا مع اصدقائنا، ده كان بيحصل لان ما كانش في نت، ما كانش فيه تكنولوجيا، ما كانش فيه موبايلات، ما كانش فيه جيمز على الموبايل، فالاحوال يعني الامور تبدلت بشكل كبير. هو في تراجع، بس احنا بنحاول ان احنا نتقدم بيها برضو تاني. لان ده جزء من الهوايه المصريه وجزء من التراث المصري بتاعنا، ما ينفعش ان احنا نتخلى عنه، ما ينفعش ان احنا نخليه يندثر، فلازم نرجعه تاني ونرجعه لاصله الاول عشان الانسان يتقبله والطفل الصغير يتقبله. يعني احنا كان معانا في اليوم نفسه اطفال صغيرين هم ما يعرفوش حاجه خالص عن الالعاب دي. تمام. فاحنا لا وقفنا، يعني كل واحد من الاتحاد في المعهد وقف على لعبه اللي هو البارتيشن بتاع اللعبه، وابتدى ان هو يشرح اللعبه قبل ما تتلعب. وزائد الدكتوره سمر وكيل المعهد واستاذ ودكتور في قسم فنون الاباء برضو ابتدت تشرح اللعبه للناس الكبيرة وللناس الصغيرة، بحيث ان هي ترجع الافكار بتاعتها تاني وتعمل لها زي مراجعة بسيطة في اليوم نفسه. او يعني فكرة تنشيط الالعاب دي كانت عندنا، وزي ما انت بتقول واحنا قلنا كمان وكلنا عارفين انها جزء من الموروث الثقافي والهوية المصرية والحاجات الجميلة اللي كانت الناس حتى بتمارسها، مش شرط يكونوا على درجة عالية من التدريب حتى فيما يتعلق بفن التحطيب. يعني طبعا هو في صعيد مصر هذا الفن العظيم، بس في احيانا في الافراح الناس يعني بتتراقص بالعصاية حتى لو هو مش خبير في الجزئية دي او أيوه. متخصص فيها او متمكن فيها، بس يعني بيبقى فيها جزء او قدر كبير من البهجة والفرحة اللي يعني بتبقى موجودة في الاحتفالات. ايوه، عشان هو ده يعتبر الهوية بتاعتك انت. مولودة يعني في مصر هنا، فاكيد موجود الشكل ده، شفتيه في التلفزيون، اكيد شفتيه في اي فرح، اكيد شفتيه في اي مكان. فانت بالتالي انت خلاص اكتسبتيه. صحيح. عندك. صحيح. طب انا هرجع تاني لساره ودور الفن التشكيلي في مهرجان الفنون الشعبيه والالعاب الشعبيه، وانت قلتي انه انت بتشاركي في يمكن في التصميمات او في الازياء، المهمه صعبه شويه بس انت اكيد قدها، فكره انه يبقى في تصميم لكل محافظه، يعني التصميم للالعاب الشعبيه لفن التحطيب كنموذج او كمثال، ازياء الصعيد غير ازياء بحري، يعني كل محافظة عندنا في مصر أكيد بيكون فيها قواسم مشتركة، وفي المقابل كمان بيبقى فيه اختلاف أو كل محافظة تتميز عن التانية بحاجة متعلقة بالزي بالإكسسوار بالألوان. اشتغلتي على القصة دي ازاي؟ يعني أكيد كان في ورشة عمل عشان تقدروا ان انتوا تطلعوا الشكل بالصورة الجميلة اللي احنا شفناها. هو أول حاجة احنا ابتدينا كقسم كامل، قعدنا عشان نركز على الفكره ونشوف احنا ازاي نقدر كل واحده نحطها في المكان الصح، وما نقدرش نغير في اي تفصيله صغيره. تمام. طبعا كان في صعيدي، وازاي ان احنا نعمل الصعيدي كشكل بالظبط، الجلابيه السوداء بالدقه بكل حاجه يطلع بالظبط. كان عندنا بورسعيدي، كان عندنا كمان اسكندراني، كان عندنا جلاليب الفلاحي، كانت كل حاجه موجوده وبدوي كمان، فكانت كل حاجه موجوده وبشكل ملفت الحمد لله. وكان كل الدكاتره وكل الاستاذ مصطفى جاي طبعا عميد المعهد واستاذ سمر عجبهم جدا الفكره، وكانت حاجه مبهره ليهم جدا. فكره التواصل بينكم انتوا كطلبه والاساتذه عندكم في المعهد، لو احتجتوا حاجه استشاره معينه، حاجه وقفت قصادكم في تحدي معين بتقابلوه، لان انتوا بتجهزوا حاجه محتاجين يعني خامه، محتاجين
امكانيات، محتاجين دعم معنوي وامكانيات ماديه بطبيعه الاحوال، امور متعلقه بالتصميم، بالتدريب، بتسويق المهرجان. يعني فكره التواصل والتفاعل ما بينكم كطلبه والاساتذه كان شكلها ازاي؟ لا هي الصراحه احنا والاساتذه الصراحه طريقه التواصل ما بيننا حلوه جدا، بيدونا كل حاجه. طبعا اول ما قالوا مهرجان نزلنا وجبنا الالوان على طول، طبعا باستشاره الدكاتره قلنا ايه الحاجه المناسبه وكده اهوت، وطبعا فادونا كتير. طبعا استاذه سمر لما اقترحنا عليها فكره الجلاليب وان احنا نلبس حاجه مختلفه وكده وافقت جدا ورحبت بالموضوع، فكانت طريقه التعامل حلوه جدا وكانوا مرحبين باي فكره احنا بنقولها حتى الافكار من عندنا. الفكره او المهرجان طبعا ده داخل اروقه المعهد العالي للفنون الشعبيه، عشان يعني الموضوع يبقى فيه اتساع اكتر للدائره بتاعته خارج جدران المعهد، اكيد بيبقى فيه استعانه بالفنانين المتميزين عندكم في الالعاب المختلفه. لو في مهرجان سياحي مصري، لو في تجمع فيه سائحين من جنسيات مختلفه بيحبوا يشوفوا مصر وبيحبوا يشوفوا الرقصات الشعبيه المصريه، فده ازاي انتوا تشتغلوا عليه او تسوقوه بحيث انه تحاولوا يبقى فيه اهداف كثيره اكبر واعظم من انتوا تقدموه داخل جدران المعهد؟ احنا بالفعل عندنا صفحتين، الصفحه الاولى اكاديميه الفنون دي على الفيسبوك، والصفحه الثانيه اتحاد طلاب المعهد العالي للفنون الشعبيه برضو على الفيسبوك. دي اول حاجه خالص بندعو بيها الاشخاص ايا كان داخل الاكاديميه او خارج الاكاديميه للممارسه، ايا كان بقى الالعاب شعبيه او رقص شعبي او حتى ثقافه الموسيقى الشعبيه او المسرح الشعبي وكده. فاحنا بنحاول بقدر الامكان نتواصل برضو خارجيا مع زمايلنا مع اصحابنا مع جيراننا، بحيث ان احنا نخليها متعمقه اكتر في الموضوع، يعني بيمارسوا الحاجه معانا ايا كان رقص او العاب او موسيقى. بنعرفهم برضو كل يعني ميزه كل حاجه بتتمارس ازاي وبتتعمل ازاي، وطبعا برضو الفن التشكيلي من اهم الصور اللي ممكن صحيح. توصل للمشاهد صوره هو مش عارفها. صحيح. يعني هي عموما يعني هو المعهد العالي للفنون الشعبيه اعتقد في اقسام كثيره جدا. الفن التشكيلي وفي ايه تاني؟ في الفن التشكيلي، الثقافه الماديه والغير الماديه، تمام، العادات والمعتقدات، الرقص الشعبي. بس الرقص الشعبي في قسم كامل اسمه قسم فنون الاداء الشعبي. في القسم بتاعك قسم فنون الاداء الشعبي شعبه رقص، انا شعبه رقص شعبي، في شعبه مسرح شعبي، في شعبه موسيقى شعبيه، في قسم التصوير ومناهج البحث، في اقسام تانيه كتير. تمام. يعني حقيقه انا بس على فكره الاقسام، يعني انه حاجه زي المهرجان اللي احنا بنتكلم عليه بيشارك فيه او بتتشارك فيه الطلبه اللي من الاقسام المختلفه. يعني احنا مش بنتكلم بس على الرقص، بنتكلم على الفن التشكيلي، بنتكلم على الازياء، بنتكلم على التصوير، بنتكلم على المزيكا، الغنى، الكلمات، يعني تفاصيل التفاصيل. كل واحد بيبقى ليه دور وليه مهمه. انت اتكلمتي على الفن التشكيلي، حابه اسمع منك اكتر وازاي تعاونتي مع الاقسام الثانيه، لانه اكيد كان في ورشه عمل او يعني هو عمل جماعي بيجمعكم كلكم تحت مظله المعهد العالي للفنون الشعبيه، بس بالتعاون الجهود المختلفه من اقسام المعهد. هو الصراحه واي حاجه المعهد بيعملها بنحب كمعهد كامل اصلا ان كل قسم هو بيتكلم عنه، يعني كل قسم بيشارك ان هو هيعمل ايه بالظبط. كمان غير فني تشكيلي طبعا هو كان في قسم التصوير، طبعا هو كان موجود بالفعل بالكاميرات بيصور كل الاحداث الموجوده، كان في كمان طبعا موسيقى كانت قاعدين بيركزوا ازاي، كان في كمان رقص عملوا تحطيب وعملوا كمان رقص كتير، يعني عملوا احتفال. طبعا كل الاقسام شاركت فيه بس كل قسم بطريقته المختلفه. تمام. طيب احمد، انت المدير التنفيذي لمهرجان الالعاب الشعبيه، اذا انت المعني او المسؤول الاول انجاز التعبير على المهرجان. لا طبعا يعني اكيد طبعا عميد المعهد، انا بتكلم انت كطالب. انت كطالب. انت اكيد انا بكلمك كطالب مش كاستاذ جامعي او ان انت عميد المعهد، انا متفهمه ده، عشان كده بقول لك انت المدير التنفيذي لمهرجان الالعاب الشعبيه، انت المسؤول يعني قصاد الطلبه
ان انت معني في المقام الاول بالتنظيم وبالتجهيز وبالاستعداد وباطلاق المهرجان. لما عميد المعهد بيحب ان هو يعرف اي معلومه او حاجه اعتقد انت بيبقى فيه يعني تواصل مباشر معاك ومع باقي الزملاء بطبيعه الاحوال. هل في مشاكل قابلتكم؟ في حاجه ما عرفتوش مثلا وقفتوا قصادها فاستعنتوا مثلا بعميد المعهد؟ الدنيا مشيت سهله ولا كان في صعوبات ولا ايه بالظبط؟ هو الصراحه يعني الدكتور، اذا كان الدكتور مصطفى عميد المعهد او الدكتوره سمر وكيل المعهد ورائد الاتحاد، متفهمين جدا مع الطلبه. يعني هم مش بيحسسوا ان الدكتور كطالب او الطالب كدكتور، لا هم اكننا زمايل، اكننا اصحاب، بالذات في المهرجانات الشعبيه اللي احنا بنعملها. فاي حاجه كنا بنطلبها الصراحه كانوا بيعملوها وكانوا بيجيبوها، الخامات، الالوان، الالعاب، حتى يعني البلي احنا هم لفوا عليه الصراحه وجابوه. وبرضو اشكر يعني الدكتور، كان في صعوبه ان هم الصراحه يعني. لان انت عندك دلوقتي الاندثارات بتاعه الالعاب اللي هي الخامه بتاعه اللعبه، الخامه نفسها مش موجودة زي زمان طبعا، يعني ما فيش اقبال عليها خالص، هي مش موجوده تقريبا، بتختفي يعني. فده شيء مهم ان انتوا تحافظوا على الهويه والموروث الثقافي. فبالفعل فعلا لفينا يوم كامل على الالعاب الشعبيه، وكان بالاخص الدكتور علاء حسب الله هو اللي لف يعني لف على الالعاب ان هو يجمعها من الميدان. فما فيش يعني ما فيش صعوبات خالص قابلتنا، غير بس الجو، يعني الجو هو اللي كان حر اليوم الصبح. طيب ساره، سؤال اخير ليكي، انتوا يعني بعد ما يعني ما شاء الله يعني تم اطلاق المهرجان ولقى نجاح كبير جدا، اكيد هيبقى في دوره ثانيه او ثالثه، ويعني ايه افكاركم في انت الاول في سنه كام في المعهد؟ ولا طب لسه قصادك يعني شويه، يعني مش في سنه التخرج يعني. هل مثلا يعني اكيد رصدتي ملاحظاتك على الدوره الاولى، ويعني محتاجه ان انت يعني يبقى في تطوير معين في الدوره الجايه، ممكن يبقى مثلا الفكر، التصور، هتضيفي حاجه، هتحذفي حاجه كانت في الدوره دي ولا ايه بالظبط؟ هو الصراحه احنا من امبارح بعد ما خلصنا على طول كان فن التشكيل بالذات، طب هي هنعمل ايه جديد؟ يعني ايه اللي بعد كده؟ هنخش في فكره مختلفه ازاي بعد ما كله اتفاجئ؟ عشان احنا كان الموضوع كان ما بين بس استاذ موده واستاذه سمر بس، كانت مفاجاه بالنسبه للكل. فاحنا كنا بنفكر ها هنعمل ايه بقى جديد تشد الناس كلها. بس لسه بقى قلنا اكيد ان احنا هنشارك في كل الدورات اللي جايه اكيد باذن الله. ان شاء الله وهتبقى حاجه مختلفه ان شاء الله. ان شاء الله انا بتمنى لكم كل النجاح والتوفيق، وانا بشكرك جدا يا ساره. ساره محمد ابراهيم طالبه بقسم الفن التشكيلي، بالتوفيق ومن نجاح لنجاح دايما يا ساره. وبشكر احمد علي رئيس اتحاد طلاب المعهد العالي للفنون الشعبيه والمدير التنفيذي لمهرجان الالعاب الشعبيه. شكرا يا احمد. شكرا، نورتونا وشرفتونا. والشكر متواصل لحضراتكم مشاهدينا الكرام. بعد الفاصل فقره جديده في هذا الصباح.